فخر العرب اللي ما يختلفش عليه اتنين. سبب كره المصريين لراموس كان ند لكريستيانو. صوره احتلت انجلترا، اصبح الكينج المصري ايقونة الرياضة في مصر والعالم، محمد صلاح. محطم الأرقام القياسية ومن الهدافين التاريخيين في ليفربول، أول مصري يفوز بالدوري الإنجليزي كلاعب أساسي، أول مصري يخلي الملايين يلتفوا حوالين الشاشات لتشجيع ليفربول في الدوري الإنجليزي. اتولد صلاح في قرية نجريج بمدينة باسيون يوم 15 يونيو 1992. ترعرع في ظروف مادية صعبة، لكنه ما استسلمش ونجح في تحقيق نجاح ترددت أصدائه في العالم كله. بدأ حياته الكروية في نادي المقاولين العرب، بعدها انتقل مباشرة لأوروبا للانضمام لفريق بازل السويسري، بعدها تنقل بين عدة أندية إيطالية وإنجليزية قبل ما يحط الرحال في فريق ليفربول الإنجليزي، واللي تألق في صفوفه خلال الموسم الأول ليه، متصدر لائحة هداف الدوري الإنجليزي خلال مرحلة الذهاب. من الجوائز اللي حصل عليها محمد صلاح: جايزة أفضل لاعب صاعد في إفريقيا 2012، جايزة بوشكاش لأفضل هدف 2018، جايزة جلوب سكر 2022 لأفضل لاعب في العالم بتصويت الجماهير، أفضل لاعب في نادي ليفربول 2022، وحصل على الحذاء الذهبي 3 مرات وغيرها كتير من الجوائز والألقاب، وصعد مع منتخب مصر لكأس العالم 2018. أما عن حياته الشخصية فهي لا تتناسب مع شهرته الواسعة. محمد صلاح في حياته الشخصية أبسط ما يكون، متزوج من ماجي محمد زميلته في الدراسة، أنجب منها مكة وكيان بدون أي مظاهر للبزخ أو التعالي. بتظهر الأسرة السعيدة في لقطات بسيطة من حياتهم اليومية لإسعاد جماهير اللاعب العالمي. صلاح أصبح حلم في قلوب وعقول الأطفال في مصر، الكل عايز يكون محمد صلاح، الشاب المتواضع الهادي اللي فاز باحترام العالم من غير إثارة للجدل. محمد صلاح واللي بنحتفل النهاردة بعيد ميلاده بنقول له: كل سنة وانت طيب يا أبو مكة، كل سنة وانت طيب يا فخر العرب.